اوصل بابا كونك يا لولو ربنا يا طيري خوف مكتول بنا يا ود اوروبا ذات نفسهم ما كانوش حابين الفكره الصهيونيه دي، عارف ليه؟ لانه الاغلبيه الكاسحه من اصحاب القرار والنفوذ ورجال الدين ورجال المال والاعمال ما اشتروش الحكايه دي. هم فكروا انهم عايشين في مجتمعات، ماشي في مشاكل، ماشي في هرتك، لكن احنا مرتبطين بالمجتمعات دي واحنا اصحاب مكان ومكانه وعندنا مصالح بنعافر عشان نحافظ عليها، انما في مصالح. انت جاي تقول لي سيب كل ده وروح للمجهول في بلاد عمرك حتى ما شفتها في الصور، ما كانتش ظابطه. عشان كده نادر قوي اللي اتحمس لها منهم، ولا في حد شجع ولا في حد دعم ولا 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 ولا. امال مين اللي شرع ليهم الشورى دي؟ ده موضوع تاني، تعالى وانا احكيهولك. المؤتمر الصهيوني الاول، بازل سويسرا 1897. من المعلوم بالضرورة أن هذا المؤتمر كان نقطة الانطلاق لتأسيس الدولة الصهيونية الاستعمارية في فلسطين. بالمناسبة الاستعمارية ده توصيفهم هم زي ما هنشوف، إنما إحنا شفنا في الحلقتين اللي قبل كده أن الكلام ده مش دقيق. يعني حكاية قرية ملبس كانت قبل كده بزمن، مشكلة اليهود في أوروبا كمان سابقة بشويتين، قضية درايفوس ما كانتش بداية المعضلة، كانت بس شبه إعلان إنها غير قابلة للحل. يعني هم عارفين مشكلتهم وفي حل ليها حتى لو كان على حساب ناس تانيين ملهمش ذنب، إنما في حل. فليه مؤتمر بازل تحديداً خد السمعة دي كنقطة تأسيس؟ ما هو حضرتك معرفة المشكلة واقتراح حل ليها لا يعني انك قادر على تنفيذ هذا الحل. انا مثلا عند النقطة ألف عايز اروح النقطة ب، وبين ألف وب في جبل، الحل نشيل الجبل، المشكلة باينة والحل واضح، اتفضل شيل بقى. نقدر نقول ان مؤتمر بازل هو اللي حدد الأسئلة بخصوص المعوقات وجاوب عليها ورسم الطريق وحدد الخطة، وكان عندهم من الجرأة والوقاحة ما يكفي لطرح الأمر دون مواربة. معروف أن المؤتمر ده كان رئيسه وقائده ومحركه تيودور هيرتزل، والكلام عن هيرتزل عندنا بيمشي في سكة من اتنين، إما أنه يا جماعة ده راجل ما كانش متدين خالص، علاقته باليهودية كانت ضعيفة، علشان نوصل لنقطة انه الحركة اصلها سياسي مش ديني، او بتمشي في سكة انه هرتزل ده شخص فاشل، حاول يشتغل عالم منفعش، حاول يبقى اديب معرفش، محامي ما امكنش، صحفي ما توفقش، فقال اما اروح ادعو لاغتصاب بلد، على اساس نوصل لفكرة انه الموضوع بدأ كهواجس في دماغ شخص سيكوباتي. انما ايا كانت سمات هرتزل الشخصية ودوافعه الذاتية فالحياة ما بتمشيش كده. وفي تقديري انه هرتزل ده كان عنده الصورة الكبيرة والرؤية الشاملة،
حتى لو ما عبرش عنها بشكل عميق، لكنه هو اللي فهم الفولة. مثلا الفكرة الصهيونية كانت محدودة الانتشار بين يهود أوروبا نفسهم. ليه؟ لأنه الغالبية الكاسحة من أصحاب القرار والنفوذ من رجال الدين اليهودي ورجال المال والأعمال ما اشتروش الحكاية دي. هم فكروا أنهم عايشين في مجتمعات، صحيح في مشاكل، لكننا مرتبطين بهذه المجتمعات عضويا، وأصحاب مكان ومكانة وعندنا مصالح بنعافر عشان نحافظ عليها، إنما في مصالح. فأنت بتقولي سيب كل ده وروح للمجهول في بلاد عمرك ما شفتها حتى في الصور، مش ظابطة. لذلك نادر جدا اللي تحمس منهم للموضوع ده أو شجعه أو دعمه بأي صورة من الصور، يمكن باستثناء روتشيلد مع قرية ملبس اللي ما كانتش كافية لتسويق الفكر. طيب دي تعمل فيها ايه؟ هرتزل باع لهم فكرة البناء التدريجي، لو مبدئيا محدش قال انه كل اليهود كده شاكب راكب هيتنقلوا مرة واحدة، دي عملية هتستغرق عقود. لكن الأهم من المدة الزمنية هو تفاصيل الانتقال، فهو حدد البدء بالبائسين، اليائسين، اللي عندهم مشاكل اجتماعية أو قانونية، وكذلك المعدبين. باختصار هينقوا اللي ما عندهمش حاجة يخسروها أولا، دول يبقوا راس الحربة، دول اللي هيشتغلوا أي حاجة، وبعضهم هيتوفق في مهن تؤسس حياة، زراعة، حرف يدوية، وفي منهم اللي هيضيع ومنهم اللي هيموت، بس دي هتبقى بالنسبة لهم صفقة مربحة مهما كانت نتائجها، لأنه هو وهو عايش في أوروبا احتمال انه يبقى بني آدم صفر، إنما في أرض الميعاد عندك احتمال تبقى حاجة مهما كان احتمال قليل، فهو أحسن من الصفر. مش بس هرتزل حدد رأس الحربة، لكن رسم شكل الموجات وقال تتكون ازاي، أو ايه اللي هيخلي تكوينها منطقي وطبيعي حتى من غير تدخل. وبالمناسبة اللي قاله هرتزل مازال بيحصل لحد النهاردة من استقبال أي يهودي عنده مشكلة في بلده، ودول اللي بيملوا ما يسمونه المستوطنات، خصوصا في المناطق اللي ممكن يحتكوا فيها بأصحاب المكان الأصليين. بس يا اسطى مهما كان الناس دول مقطعين البطاقة، ما أجرتهم دي محتاجة تمويل، براتس، دولارات، استرليني، تكاليف لحاجات كتير، ما ينفعش يروحوا كده يا مولاي كما خلقتني. فالأموال دي يعني متبرعين، المتبرعين دول محتاجين يشوفوا كلام واضح على الأرض، مش هيشتروا سمك في ماي. علشان كده حصل النقاش حوالين المكان اللي يقصدوه، واتقال الأرجنتين واتقال غيرها. النقاش ده قد يبدو نقاش خاص بالجغرافيا أو حتى بالاقتصاد، إنما في الواقع النقاش كان غرضه حاجتين، الأولى تحديد طبيعة الحركة، لأنه اليهود جايين من مجتمعات فيها صراع بين حركات دينية وحركات علمانية، وإحنا ما نعرفش أنه يهود هيتحمسوا للفكرة، هل اليهود من خلفية علمانية؟ ما يفرقش معاهم الالتزام الديني من عدمه والمهم فقط تأسيس مكان لليهود، ولا اللي هتشتريها مننا الفئات الأكثر تدينا. للأسف النقاشات كلها راحت في الاتجاه الديني الملتزم يهوديا، واضح كده والله أعلم انه اي حاجة لما تلبسها توب ديني بتمشي أسرع. فحصل استقرار على اختيار فلسطين، وده كان أول نتيجة من نتائج مؤتمر بازل، تحديد فلسطين كجهة لرحيل صعاليك اليهود
لتمهيد الأرض أمام عموم الصهاي. يبقى في ناس هتهاجر وناس هتمول وناس هتسوق الفكرة. هل العالم هيسيبك كده تعمل ما بدلك؟ يبقى لازم يكون في تواصل مع الحكومات العالمية اللي هي أساسا متنافرة وبتدب في بعض. انت مش هتخاطب دولة معينة لها سياسات واضحة داخليا وخارجيا، انما هتتواصل مع أنظمة متعارضة، لأن الحكاية هتطول وهتاخد لها ممكن نص قرن أو أكتر، فأكيد الأمور هتتغير. لازم تكون مستعد لتغيير حركتك بما يتناسب مع المتغيرات دي. ومبدئيا كده قبل السلام عليكم هتكلم أي حد هيقول لك أنت عايز وطن ولا عايز دولة؟ أصلها تفرق، تفرق كتير. لانه لو انت بتدور على وطن قومي لليهود يبقى انت بتتكلم عن مكان تتجمعوا فيه ويبقى عندكم فرصه لممارسه طقوسكم ونشر عاداتكم وخلافه، وده ما يشترطش انكم تحكموا هذا المكان وتستقلوا به سياسيا، خصوصا انه وقتها ما كانش لسه العالم اتقسم دول بالمعنى المفهوم حاليا. بقاع كتير كانت تحت احتلال الامبراطوريات الكبرى اللي كانوا بيسموها مستعمرات، وهنرجع للتعبير ده. انما المهم دلوقتي انه يعني وطن ممكن يكون في حدود واحدة من المستعمرات ونبقى نشوف الصيغة، انما عايز دولة قومية لليهود دي قصة تانية. انت مين اساسا عشان تبقى دولة؟ سيبك من الجانب الديني، انها ابني اساسا الدول اللي هي دول فعلا دول واضحة بحكم التاريخ وبحكم الجغرافيا لسه ما تحلمش حتى انها تبقى دولة مستقلة ومعترف بيها. المشرحة ناقصة قتلة اذا كانت الامبراطوريات الكبيرة نفسها مش ضامنة مستقبلها. فانت جاي كده عايز دولة دولة مرة واحدة دولة. وجي يا بلد الحرايق وصرخي بجنون، واحرقيها مدن وكروب وناس وسجون، ملعون ابوها الحمامة ام غصن زيتون، معمولة لجل الضحايا يصدقوا الجلاد. الأبنود احنا كنا بنقول ايه؟ ايوان اليهود دلوقتي قدام سؤال، انتوا عايزين دولة ولا عايزين وطن؟ هقولك حلوا الحكاية دي ازاي. اليهود القليلين المؤمنين بالفكرة الصهيونية بقى عندهم مطالب كتيرة ومتنوعة. فرز اليهود لاختيار الصعاليك المناسبين للمهمة وإقناعهم، مخاطبة أصحاب الأموال لتبرع دائم ومتواصل وما يستنوش نتائج سريعة، لأنه غالباً النتيجة مش هتحصل في حياتهم، ممكن أولادهم يشوفوها وأحفادهم يعيشوها، وعايزين كمان يتواصلوا ويخاطبوا الحكومات على أعلى مستوى. يعني ما ينفعش بقى يكلموا غفير وزير قنصل بتاع، لا يعني لازم الملك القيصر الرئيس الامبراطور كده، يعني الراس الكبيرة. يبقى ايه؟ لازم تنظيم، يعني مش ترتيب، لا تنظيم يعني تنظيم، يعني منظمة مؤسسة هاية حاجة كده، ويكون لها هيكلة وممثلين رسميين وأوراق وصفة. من كل هذا كانت فكرة مؤتمر بازل. هرتزل كان بدأ الشغل قبل المؤتمر بشويتين، يعني هو قال انه تأثر بما جرى ساعة اعلان القبض على درايفوس اللي كلمتك عنه المرة اللي فاتت، والهتافات ضد اليهود وخلافه، يجوز برضه، ويجوز انه قضية درايفوس بس خلقت لحظة مناسبة لانطلاق الهاجس اللي تكون عند هرتزل وغيره من اليهود
مع تنامي العداء لليهود كل ما زاد الصراع لتأسيس دولة مواطنة حديثة في أي حتة، كل ما زاد العداء لليهود. لكن على أي حال بدأ النشاط الملحوظ لهرتزل من الوقت ده 1894، وفي سنة 1896 أصدر كتابه الأشهر الدولة اليهودية. الواقع أننا بنظلم هذا الكتاب لما نسميه كتاب، هو لا اشتغل على تاريخ ولا قانون ولا فلسفة، ولا ضيع وقته في سرد حجج وتأكيد أحقية ولا أي حاجة مني. هو دخل في الموضوع على طول وكأنه عرض بروبوزل أو دراسة جدوى أو مشروع بيزنس. هو حط نفسه مكان أي حد بيقرأ وأكيد هتكون عنده هواجس، فهو اشتغل على تهدئة الهواجس دي سواء بكلام ممسوك وده حصل كتير، أو حتى بعبارات إنشائية شبه التنمية البشرية وده برضو حصل كتير في الكتاب. وخليني أقول لك منه كام سطر علشان ناخد فكرة عن لغته وطبيعته. بيقول إيه؟ لا يجب أن نتخيل رحيل اليهودي سيكون أمرا مفاجئا بل تدريجيا ومتواصلا، وسيستمر لعدة عقود، حيث يرحل الأكثر فقرا أولا لزراعة الأرض، ويقوم هؤلاء الفقراء بإنشاء الطرق والكباري والسكك الحديدية وأجهزة التلغراف وتنظيم الأنهار وبناء المساكن الخاصة بهم. سيخلق عملهم هذا تجارة، وستخلق هذه التجارة أسواقا، وستجذب الأسواق مستعمرين جددا. وناخد بالنا انه استخدم تعبير مستعمرين، وفي ناس هنا بتعتبر ده نوع من البجاحة، بيقولك مستعمرين بصراحة. لا، هو عارف انه بيخاطب الخيال الغربي، والخيال الغربي وقتها الاوروبي يعني سواء كان يميني ولا يساري، ليبرالي ولا محافظ، اي كائن هناك، اي كائن كان بيتعامل مع الرجل الأبيض باعتباره هو الإنسان، حتى لو مش بشكل عنصري، يعني على الأقل بشكل حضاري، اللي هو إحنا اللي عندنا الحضارة والمدنية والحداثة، فإحنا عايزين ننشرهم في العالم، فإحنا يعني إحنا غلابة، إحنا مسؤولين، إحنا لما بنحتل أرض بنعمل كده عشان مصلحة الأرض دي، والله عشان مصلحتها بنعمل كده، علشان نستعملها. ايوه صح، احنا بنعملها عشان نستعملها، عشان ننشر فيها العمران. نستعملها يعني ننشر فيها العمران. الغريبه هو اننا هنا في البلاد العربيه استخدمنا نفس التعبير، وقعدنا نقول الاستعمار، حتى لما بنشتمه بس في الاخر مسمينه الاستعمار. زمان وانا صغير ده اسمع عبد الحليم وانا طفل، يعني اسمع عبد الحليم الاغاني الوطنيه عموما، يعني استعمار بنيناه بايدينا السد العالي، لما هو استعمار احنا رافضينه ليه؟ طول الوقت بسميه الاحتلال، لا استخدم تعبير الاستعمار مطلقا. المهم كتاب الدوله اليهوديه مش هو اللي قدمه هرتزل، ده كان مجرد بروشور مصاحب لتحركاته واتصالاته اللي كانت في كل الجهات، وفي منها اللي نجح ومنها اللي فشل، زي مثلا انه كان عايز يلاقي ممول رئيسي يشيل الليله كلها لكن ما لقاش، او انه يقابل حكام اوروبيين، قابل بعضهم ومعرفش يقابل البعض الاخر. انما اجمالا الكتاب سمع وانتشر على الاقل في الحتت اللي كان مستهدفها هرتزل. طيب نرجع لحكايه دوله ولا وطن، لانه هنا هيبدا يظهر ملمح مهم في الحركه الصهيونيه، وهو ايه؟ هما بيكلموا ناس، اي ناس، وعارفين انه الناس دول ليهم فكر ولغه وسياسه وموقف، ويجوز اللي احنا عايزينه يصطدم مع لغتهم او ثقافتهم او مفهومهم او موقفهم، فهنغمز طول الوقت، هنغمز. ايوه يعني ايه؟ يعني هما يسألونك
وطن قومي ولا دولة قومية؟ فهنقول وطن، وطن بس يعني، واحنا بنغمس كده لانه احنا عارفين اننا عايزين دولة، لانه كان واحد من ردود الفعل على الكتاب هو التحفظ على استخدام تعبير دولة اليهود. فعمانه ماشي وطن وطن وطن، زي بالظبط المرونة الظاهرية بتاعت اننا مش هندقق على مكان اقامة هذا الوطن او الدولة، او بتعبير الكتاب سنأخذ ما يعطى لنا. احنا طول الوقت سنظهر للآخرين ما لا يلوموننا عليه، إنما اللي في القلب في القلب. أغسطس 1897 هيصدر مشروع بازل عن المؤتمر الصهيوني الأول، وفي افتتاحية المشروع نقرأ: تهدف الصهيونية إلى إقامة وطن قومي، شوف هنا بقى لك وطن مش دولة، إلى إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين تحت حماية القانون العام. وهنا حصلت نقاشات في المؤتمر بين المشاركين حوالين استخدام وطن ولا دولة، لكن هرزل طمنهم وبدأ سياسة الغمز اللي قلت لك عليه لما قال لهم وقتها: لا داعي للقلق حول صياغة هذه الكلمة، فالناس سوف يفهمون على أي حال أنها تعني دولة. ثم كان تحديد منهج الحركة الصهيونية المعلنة لتوية تطوير منهجي لفلسطين بواسطة توطينها باليهود الذين سيعملون في الأرض والأشغال الحرفية الأخرى. 2. إعادة تنظيم اليهودية وتوحيدها بواسطة مشاريع مفيدة محليا وعالميا بما يتناسب وقوانين كل دولة يعيشون فيها. 3. تقوية وتعميق الشعور القومي اليهودي والوعي القومي اليهودي. 4. أعمال وخطوات تحضيرية لنيل موافقة الحكومات التي هي ضرورية لتسهيل تحقيق الهدف الأسمى. بس ثانية واحدة هنا، ثانية واحدة، ثانية واحدة، معلش ثانية واحدة. هي إيه فلسطين دي مش فيها ناس عايشين؟ فيها ناس، ناس اليوم حياة كاملة بيزرعوا بيصنعوا بياكلوا بيشربوا بيلبسوا بيغنوا بيكتبوا شعر بيتاجروا بيلعبوا بيتجوزوا ويخلفوا أطفال، الأطفال يكبروا يزرعوا ياكلوا يشربوا يلبسوا يغنوا يكتبوا شعر يتاجروا يلعبوا يتجوزوا ويخلفوا أطفال. مالوش في المؤتمر ده هيعملوا ايه مع الناس دي؟ مالوش هيعملوا فيهم ايه؟ لا مالوش، مالوش خالص، ولحد دلوقتي مالوش. بس احنا هنا علشان نعمل ايه؟ علشان نقول